تاريخ الانقلابات في تونس ليس بالتقليد المعتاد، ولكن الساحة السياسية في البلاد لم تخلو من الحراك ذو الطابع الانقلابي. فذاكرة الوطنية تحتفظ بهذا الصدد بمؤتمر قصر الهلال 2 مارس 1934، وهي عملية سحب بساط من مؤسس الحزب الدستوري سنة 1920 الزعيم عبد العزيز الثعالبي في مؤتمر قصر الهلال الشهير من طرف النخبة الشابة وأغلبها من الصديقيين بزعامة الحبيب بورقيبة. تلاها انقلاب الوزير الأكبر الحبيب بورقيبة على محمد لمين باي، وذلك إثر ضعف موقف العائلة الحسينية بعد وفاة الزعيم فرحات حشاد ودخول صالح بن يوسف في صراع مفتوح مع بورقيبة. وتتالت القرارات للحد من نفوذ محمد لمين باي، وتم بعد ذلك إلغاء النظام الملكي بالبلاد التونسية وأعلان النظام الجمهوري يوم 25 جويلية 1957، وخلع الباي محمد لمين ووضع صحبة ولي عهده وأبنائه رهن الإقامة الجبرية من قبل وزيره الأول بورقيبة. انقلاب حزبي آخر مثله الخلاف الشهير بين صالح بن يوسف والحبيب بورقيبة عند معارضة بن يوسف الاستقلال الداخلي 1955 الذي قبل به بورقيبة. وقد أدى هذا الخلاف إلى شرخ في الحزب الدستوري وإلى دخول أنصار الفريقين في صراع مفتوح، خسر خلاله صالح بن يوسف صراع الزعامة ووقع فصله من الحزب. أحداث قفصة 1980 ليست سوى حلقة أخرى من مسلسل الانقلابات، حيث دخلت قوات عسكرية تونسية مدربة في ليبيا إلى مدينة قفصة في محاولة منها للإطاحة بالنظام البورقيبي، ودخلت المدينة في حالة من الفوضى في الليلة الفاصلة بين 26 و 27 جانفي، وتم على إثرها مهاجمة بعض المراكز الأمنية وثكنة الجيش التي سقطت على أيدي المهاجمين. محاولة انقلاب 1962 سميت أيضاً بانقلاب لازهر الشرايطي، هي محاولة انقلاب ضد رئيس الحبيب بورقيبة، وقد ألقي القبض على المجموعة التي تضم قرابة 25 شخصاً في 19 ديسمبر 1962، وكانت محاكماتهم الشهيرة في جانفي 1963، وقد حكم على كثير منهم بالأعدام. في 1987 حديث عن الجبهة الوطنية للإنقاذ والتي اصطلح على تسميتها المجموعة الأمنية، والتي قام بن علي باستباقها بانقلاب على رئيس بورقيبة استنادا على الفصل 57 من الدستور الذي ينص على أن يتولى الوزير الأول رئاسة الجمهورية بعد افتعال تقرير طبي أثبت حالة العجز الكلي للزعيم بورقيبة، من ثم خلافته الآلية في الحكم. وقد وضع بورقيبة رهن الإقامة الجبرية من قبل وزيره الأول بن علي. بعد انقلاب بن علي على الحكم رتب النظام لما يسمى بمؤامرة بركة الساحل لقلب نظام الحكم زمن بن علي، وذلك سنة 91 و 900 و 1000، ولفقت للمؤسسة العسكرية وراح ضحيتها المئات من خيرة العسكريين في تواصل للصراع القائم أصلا بين نظام بن علي وحركة النهضة، حيث زج فيه بالمؤسسة العسكرية بقصد إضعافها والتخلص من نخبة كفاءاتها. الثورة التونسية أو ثورة الحرية والكرامة هكذا عرفت، فيما يراها البعض فرارا للدكتاتور تحت الضغط الشعبي في ظل ارتفاع ضحايا القمع، يراها البعض الآخر أنه احتمال الانقلاب البارد بعد الضغط على بن علي من قياداته الأمنية والعسكرية أو تخاذلها في حماية أمنه الخاص والعائلي. ولذلك تبقى الحقيقة غامضة للنظام النوفمبري بين إلغازي بدايته في 7 نوفمبر 1987 ونهايته في 14 جانفي 2011. واليوم بعد الثورة المجيدة وخلال هذه المرحلة التأسيسية عاد الحديث عن مفهوم الانقلاب أو تدبير إرهاصات له في استنساخ لتفاصيل ما استجد في مصر بعد أن أوقفت المؤسسة العسكرية المرحلة الانتقالية، حركة تمرد، النزول إلى الشارع، الاعتصام، المطالبة بالرحيل، الاتصال بالعسكر والقيادات الأمنية، إرباك الشارع السياسي والسلطة، تدخل جهات دبلوماسية وأجنبية، هي عناوين توجها اغتيال الشهيد الإبراهيمي وترصدته المعارضة لتغيير السلطة وإسقاط الحكومة عبر الشارع. والسؤال الذي يطرح، ما هي وجاهة وترجيحات إمكانية الانقلاب؟
إذن كان هذا تقرير للزميرة أميرة مقني في قراءة لتاريخ الانقلابات في تونس. كما نعرف الناس الكل، المؤسسة العسكرية المصرية هي مؤسسة انقلابية، مؤسسة ضاربة في الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية أيضا، مؤسسة تحكم تحت نظام الطوارئ الاستثنائي، مؤسسة تصنع ساسة مدنيين أو عسكريين بثوب مدنيين. نعود إلى سؤالنا الرئيسي مع ضيفنا، هل أن خيار الانقلاب على شاكلة الوصفة المصرية له ما يبرره، أم أن الانقلاب في تونس فاقد لعلامات وخصائص الانقلاب المصري؟ والله بالنسبة للوضع في مصر والوضع في تونس يختلف تماما، الأوضاع السياسية تختلف والأفكار تختلف والعقليات تختلف، وبالتالي احنا المؤسسة العسكرية بتاعنا غير المؤسسة العسكرية المصرية. احنا شفنا حتى انه المؤسسة العسكرية بتاعنا كانت وقفت بجانب المواطن، والى حد اليوم وصراحة نقولها يعني واقفة بحزم، يعني تذود عن هذا الوطن العزيز، بينما المؤسسة العسكرية هي مؤسسة يعني جاءت بالانقلاب، يعني منذ يعني من انور السادات، وانت راجعة حتى مش من أنور السادات، ديجا من اللي قبله جمال عبد الناصر، يعني مصر تحكمها المؤسسة العسكرية أحببنا أم كرهنا، وبالتالي المؤسسة العسكرية لا يجب أن تلعب دور رئيسي في مصر ولا يجب أن تعزل، حتى أنه شفنا في الأحداث الأخيرة في مصر أنه المؤسسة العسكرية هي من قامت بالاعتداء على الشرعية أو عزل مرسي، الدكتور مرسي عفوا، وعزلته وخلت وحطت في بلاسته شخص آخر، وبالتالي المؤسسة العسكرية، خلينا نكون في فحوى السؤال، المؤسسة العسكرية في مصر غير المؤسسة العسكرية، ولا يجب أن يكون السيناريو المصري نفسه موجود في تونس. هل نجحت هذه الأطراف الداخلية الخفية التونسية في جلب سيناريو الوصفة المصرية داخل تونس؟ قد يكون حاولوا انه يكونوا السيناريو المصري، حتى انه نشوفوا هاي مصر تعمل حركه تمرد لهنا يعملوا حركه تمرد، مصر تعمل حاجه غادي يعملوها لهنا، حاولوا باش يقلدوا او باش، لانهم ربما يحلموا بانه تونس توا معناتها. هل اني نحب نسالهم انا، هل يعملوا في الحركات هذه، هل اعجبهم الاوضاع في مصر؟ هل توا يحبون نكونوا كما مصر؟ يعني ما عجبهم توا الاوضاع في مصر، قلبوا عملوا حاجه، هاو تنحى مرسي وهاو قعد الجيش هو اللي موجود على يبسط في الكلمة متاعه، ولكن الأوضاع في مصر الآن أدت إلى حمام دماء. هل هما راضين على حمام الدماء؟ هل هما راضين على الوضع هذاك؟ أما يهمهمش، ما عندهمش قلوب، عادي جدا إنهم يشوفوا تونس في حمام دماء، وشكون في الأخرة اللي باش يمشي في السقين راه هو المواطن البسيط جدا، هما تلقاهم البري ما فيهم ياخذ طيارة ويسافر من الفلوس اللي سرقها واللي نهبها واللي دبرها، راه ياخذ طيارة هو عائلته ويمشي خليها كيكة ويرجع يلقاها أمورها واضحة، لا والغريب في الأمر إنه يرجع يحكم راه عادي جدا. بالفعل أستاذ، كل نتائج الانقلاب المصري كارثية بكل ما في المعنى من كلمة، أودت إلى حمام دماء، شهداء من هذا الطرف ومن ذاك، مواطنين معناها مشاو في الساقين. تبقى نقطة استفهام في تونس، لماذا رغم النتائج الكارثية التي حققت ووصلت إليها الأزمة المصرية، لماذا هذه الرغبة وهذه هذا الإصرار على جلب الوصفة المصرية لتونس؟ هنا تبقى نقطة استفهام. لا لا، مش نقطة استفهام، هي المصلحة الشخصية، مصلحة الكرسي مش مصلحة البلاد. والمؤسف أنهم يدعون مصلحة الوطن. كل شعار من سياسي يدعي مصلحة الوطن فهو كاذب، أنقولها لك، سياسي يدعي مصلحة الوطن فهو كاذب. إذا كانت تدعي مصلحة الوطن، يعني ما عرفش أنا، البلاد راهي ماهيش، راهي عندها تاريخ، أقعد على طاولة الحوار، وقت اللي تحاور تحاور بأدب وبأخلاق وبقانون وبشرعية، مش هكاك راهي سبهلة يجي كركر شلاكتك ويجي في البلاد هذه، دبر حزب واعمل شرعية وجيب كعبات واعطيهم فلوس يعملوا لك اعتصام ويقفوا لك. لا، البلاد هذه لن تركع، مش لا تركع، لا ولم ولن، بجميع أدوات الجزم والقطع والنفي. بحول الله، بإذن الله، مادام فيها رجال واقفين ويوقفوا على ساقيها لن تركع. إذا خلينا نستمع لتصريحات المدون ياسر العياري في هذا الصدد ثم نعود. ثم ناس مجرد أن تصل للسلطة مستعدة مش السيناريو المصري،
سيناريو الصومالي، سيناريو الأنغولي، أي سيناريو ممكن، المهم هما في السلطة. هذا اللي مسناه وشفناه. لكن الطريقة المصرية على الأقل هي اليوم في تونس غير وردة. ثم اختلافات كبيرة بين تونس ومصر. إذا كانت مصر دولة عسكرية فتونس دولة بوليسية، إذا كانت مصر من دول المواجهة وعندها حدود مع إسرائيل هذا مهوش الحالة بتاع تونس. قرب تونس من شواطئ أوروبا والجالية التونسية الموجودة في أوروبا ماهيش نفس، تحط يعني ترد الحالة مختلفة على أنها في مصر. عدد السكان، نسبة الفقر، نسبة الأمية، التاريخ يجعل أنه استنساخ بحذافيره ما حدث في مصر يحدث في تونس غير ممكن. ثم أسباب أخرى زاد، اللي قام به الرئيس مصر مرزوقي في الجيش وضع الجيش خارج اللعبة السياسية، يعني إقالته رشيد عمار، نقول إقالته لأن رشيد عمار لم يستقيل وأقيل، وهو ممنوع من السفر اليوم، وبقدرة ربي بعد أشهر قليلة دوسي متاعه قاعد يحضر، سترونه في السجن وستفاجئون بمن كان هذا الرجل وبما كان تحت الدوره. التعيينات اللي قام بها في الجيش لأنه بتجاوز الطغمة اللي خلاها رشيد عمار وتعيينه الناس في وسط من الأكفاء في الجيش لرئاسة الأركان، قطع سحب البساط تحت كل من يفكر أنه يجوز بالجيش في حسابات سياسية. التدخل الوحيد اللي شراه للجيش هو لما شكون سوله نفسه أنه يخرب، أنه يقتل توانسة، أنه يدز الخراب ويرتدي على مؤسسة الدولة للوصول إلى الحكم، سيتدخل الجيش الوطني وسيضرب على يده وأن يسمح له بالقيام بالانقلاب. إذا ثم شكون نجم نقولوا اللي إذا كانت تونس دولة بوليسية فالانقلاب سيكون على يد البوليس ليس على الجيش. للقيام بالانقلاب يلزمك برشا سلاح، ما نتصورش إنك باش تعمل انقلاب بشماد مكسرة وتلكي ولكي. ثم زوز حاجتين في الداخلية في تونس عندهم يكفي من السلاح والتدريب والانضباط اللي قادرين نظريا على الأقل أنهم يقوموا بعملية انقلاب، هما الحرس الوطني وقوة التدخل. العقيدة القتالية متاع القوات المسلحة التونسية ماهيش نفس العقيدة القتالية متاع المؤسسة العسكرية المصرية. درست الاختلاط بالسياسة مش كيف كيف، درست التجهيز والجاهزية مش كيف كيف، يعني وجه المقارنة منعدم ما بين على الأقل في رأيي الشخصي بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة التونسية. وكما قلت لك الانقلاب بالطريقة العسكرية أو بالسلاح في تونس غير وارد، غير ممكن. حتى الضغوط الدولية اللي كانت على حكومة الترويكا لإيجاد حل وإدماج المنظومة القديمة اللي مرتبطة بها العديد من الاتفاقات الدولية في الطاقة وفي المناجم وفي التصدير مع النظام السابق، بعد اللي صار في مصر ولت الضغوط ما عادش في اتجاه القاو حل وقبل الناس هذوما، ولت في القاو حل فقط. يعني كما قلت لك الانقلاب على الطريقه المصريه انتفى في تونس اي احتمال له. الانقلاب الوحيد ممكن هو انقلاب المجتمع المدني، بمعنى يا تعطيني نحكم يا ما ناكلش لمجتي ونعمل اضراب جوع بالتناوب، كل واحد فينا يصوم ساعتين وكل الريق الفارغ هذاك. حدث الانقلاب افرز ردود فعل مختلفه، حيث تعاملت كل جهه من موقعها ازاء الحادثه بطريقه تخص صلاحيتها وتتصل بالتزاماتها القانونيه والاخلاقيه التي تمر بها المرحله ويلزمها الواجب، بل وحتى الالتزام السياسي والايديولوجي. نتابع تصريحات ياسين العياري لزميله شيماء الوسلاتي في هذا الصدد ثم نعود. انك تلم 12 حزب وزنهم السياسي حتى شيء، لم تجد جماهيري عندهم، امتداد نخبوي عنده، وائتلافه ما يكونش حول برنامج، اش تعطي؟ تعطي رساله لحلفائك اللي هما على الاقل في الوقت الحالي المؤتمر والتكتل، تعطيهم رساله سلبيه جدا انك لقيت حلفاء اخرين، فيولي وقت يخموا في انفسهم والترويكا تولي تتزعزع. تزعزيع الترويكا في اللحظه هذه الرهنه هذه هو راح على الاقل خطا سياسي. تعطي رساله للاعداء تقول اذا النهضه وسط تحالف مع حزاب ميكروسكوبية كما هكا، يعني هي تحس في روحها معزولة وفي خطر، فتعطيهم ترجع فيهم الروح والأمل، وجماهيريا أو شعبيا أو سياسيا من تستفيد النهضة من 12 حزب هذوما حتى شيء. يعني كانت خطوة كارثية سياسيا، اللي نصحها مدبر عليهم معناها غر بهم وحطهم في موقف
حتى كان شفت انت صدر اعلامي للمبادره ولا 12 حزب، ما كان عنده حتى صدى اعلامي، كان عنده زوز رسائل، رساله للحلفاء بالترويكا انتم في خطر ومستعدين يتخلوا عليكم، وهذه رساله سلبيه جدا، ورساله للي في المعارضه النهضه تحس بالعزله ومستعده تتحالف مع اي حد باي طريقه. نشات حركه سواعد صارت على تقييم الوضع السياسي. هذه طبقة سياسية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها إلى أقصى يسارها هي غير قادرة، ما كانتش في حجم لحظة تاريخية، ما كانتش في مستوى الشعب، الشعب طار بالنخبة متاعه، الشعب كان وعيه وتطلعاته أقوى برشا وأعلى برشا من إيش قدر تقدم النخب السياسية. هل نكتفي ونتحسر ونضرب يد بيد ونقول والله غالب شوف فين وصلنا وكنا النجم وش يقول عن التاريخ وش يقول عن أولادنا، أو نحاول؟ قلنا لن يكلفنا المحاولة أكثر مما سيكلفنا الصمت. لعلنا فلوس، لعلنا ميديا، لعلنا رجال أعمال ورانا، لعلنا ميليشيات. فقلنا هناك ستكون سواعد، هي محاولة على الأقل، لم هذا الشباب اللي فد من طبقة سياسية كاملة، محاولة تنظيمه، محاولة إيجاده كطرف سياسي على في الدولة، لأنه اليوم مش نشوفه في الدولة شيوخ، يقول لك حوار وطني، ولما كان 4 شيوخ، كأن الوطن ما فيه كان الشيوخ، سبب مقصى من جميع أنواع الحوار، دوز أقطاب يسخبوا بلاد متاحهم. إذن كانت هذه تصريحات المدون ياسين العياري فيما يخص ردود الفعل المختلفة تجاه الانقلاب. بداية، كيف تعاملت الترويكا مع الانقلاب؟ خلينا نبدأ بموقف رئيس الجمهورية سيد المنصف المرزوقي اللي أيام قبل رمضان غير المفتي، أيضا قام بتعيينات على رأس المؤسسة العسكرية، عزل رئيس أو مدير القضاء العسكري وعزل مدير ديوان وزير الدفاع. هذا من ناحية السيد المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية. نأتي الآن إلى موقف أو ردة فعل رئيس الحكومة السيد العريض اللي قام بتعيين ولاد جدد قيادات أمنية جديدة. نأتي أيضا إلى ردة فعل أو موقف السيد مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي اللي علق أعمال المجلس. كل هذا يخلينا نشوفه أو نخلينا ندركه اللي ثم تحركات وثم رد فعل في المقابل من طرف الترويكا. شنو رأيك في هذا السيد محمد؟ قد يكون بالنسبة لي في هالموضوع هذا باش نعطي رأيي الشخصي يعني أو تحليلي الشخصي، ربما أصيب أو لا أصيب. بالنسبة للتعيينات سواء من الجانب الرئاسي أو الجانب العسكري أو الجانب الحكومي الممثلة في رئيس الحكومة سيد علي العريض، قد يكون بالنسبة للرئاسي هو أنه حتى على مستوى الرئاسي رو احنا مش موجود غادي رئيس الجمهورية، معناتها عبارة عن رئيس رمزي فقط، عنده أجهزة متاعه تتحرك وتوصله أخبار، قد يكون وصلته أخبار من هذا أو ذاك بكون هناك خيانة أو هناك أو طواطئ أو هناك حسب اعتقادي الشخصي أو ما شابه ذلك، فقام مشكورا بهذا التغيير ربما لمصلحة الوطن وليس أكثر من ذلك. وفي خصوص علي العريض قاعد بين المطرقة والسندان، يحكم لا به يرضي المعارضة، تو حتى كان يغير بعض الولايات أو حتى يعطي نفس جديد عسى أن يرضي بعض الأطراف. ولهنا أنا ممكن عندي احتراز على هذه التعيينات. خلينا نعمل مدخل صغير في خصوص التعيينات، يعني أنه زاد حركة النهضة جيت، يعني هي بالمفروض هي حكومة انتقالية جت فقط لكتاب الدستور ثم المرور بتونس والإشراف عن الدولي بالحكم إلى بر الأمان حتى لين نقوم احنا ونعمل حكومة، رئيس حكومة ورئيس جمهورية، وتبدأ الانطلاقة الحقيقية تبدأ من الانتخابات التشريعية أو البرلمانية إلى الانتخابات الرئاسية، ومن هناك ننطلق تونس تنطلق بأمان. لأنه نشوف زاد السيطرة الكلية والاستحواذ الكلي على دواليب الحكم والأجهزة والمنظمات والجمعيات والولايات، الكل يكون يصب في حركة النهضة. فهذا زاد ما أثار حفيظة المعارضة، أنه من المفروض أنه تكون هالتكنوقراط اللي نحكيوا عليهم ما فيها بس ندخلوهم يشدوا هما مبدئيا الولايات ويشدوا مش باش تكون هناك على الاقل نزاهه. انا ماني نقول اشهد ان لا اله الا الله وشديت الحكم، على الاقل نكون عادل ونزيه، ما نكونش عندي خبث سياسي نحب انا كالاخطبوط نزيد نحط ايدي على كل شيء. من المفروض انا تحطيت نكون عادل يا اخويا، كما انا نحط مثلا 5 ولايات تابعيني نحط 5 ولايات تابعين اخرين. هنا
المرحلة الجاية مثلا والله هو في القانون في المنطق أنه رئيس الحكومة هو يعين الولايات اللي تابعين حزبه، أما هذاك راهو مش حاليا، هذاك بعد وقت اللي نتجاوزوا المرحلة الانتقالية وتدخل لو فرضنا كسواء حزب الجمهوري أو الرفاه أو النهضة أو الترويك أو السي بي ار أو أي حزب مهما كان لونه يشد الحكومة من حقه أن يعين ما يريد لأنه هو اللي فاز بالانتخابات وبالأغلبية. أما حاليا راهو باش نقوله أنا نسيطر، تولي ما عادش فهم حتى مصداقية ونزاهة. إذا كان بالله أنت أنا حزب مثلا نسيطر على الدواليب بالحكم أنت إيش خليت الانتخابات؟ ما خليت شيء. وبالتالي هذا راهو مربط الفرس، وهنا موضع الداء أنه حركة النهضة نقولها بكل صدق كان عليها تشريك الأحزاب المعارضة أو الأطياف أو الأحزاب أو الأوجاب في المناصب، ما نقولوش السيادية، على الأقل ولات معتمدين، مش أنا كل شيء يا أخو نستحوذ على كل شيء وقبل الانتخابات ونؤمن مش تجي انتخابات زعما مش نكون عندي أنا عندي حظوظ كحزب رفاه تونسي في الانتخابات، أنا قد أقبرت مسبقا وغيري كذلك. وبالتالي فهذه المحسوبية أو هذا التغول على السلطة هو اللي راه زاد ساهم من بين المساهمين أنه ساهم في كونه يخلي تونس تسير في هذا المسار أو المنزلق الخطير من المشاكل الاجتماعية. على ذكر حركة النهضة وإدارتها للأزمة، ماذا عن التقارب مؤخرا بين السبسي والغنوشي بوساطة جزائرية وقبل ذلك بوساطة ألمانية؟ بالنسبة للوساطة الجزائرية هي إلى حد الآن لم تعلن رسميا كون هناك وساطة جزائرية بين السبسي، وكل ما هنالك أنه أنا شخصيا نعرف أنه مثلا سيد راجل الغنوشي هو صديق لسيد عبد رئيس الجمهورية فخامة رئيس الجمهورية عبد الرزاق بوتفليقة، وكذلك السيد الباجي قايد السبسي هو صديق قديم رجل دولة قديم ومعناته عنده علاقات على مستوى فهمتني عالمي، يعني عنده علاقات، وبالتالي تتزامن المرضى نتاع بوتفليقة نتاع فخامه الرئيس عبد العزيز بوتفليقه، بالتالي يمكن زاد ما نقولوش يمكن مشاو يعايدوا فيه، يعني انك تمشي ماكش مش تعايدوا بالتليفون تقولوا ان شاء الله لاباس فخامه رئيس الجمهوريه، تتنقل له وتمشي له على عين المكان، خاصه واحنا اصدقاء باش نمشي نزوره. ممكن الصدف لعبت دورها انه كانوا زوز، او ينجم يكون زاد نجم اولها انا نقول كيف انا نعرفش كون مشى قبل، والله رجل الغنوشي مثلا السيد رجل الغنوشي مشى قبل حتى السيد الباجي قال لك هو يمشي وانا مشي شاي، والله حتى انا ما نمشي نزور زادة باش نلقى موقعي. قد يكون هكذا، وقد يكون هناك مفاوضات بين فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والسيد الباجي قايد السبسي والسيد رجل الغنوشي من اجل حل هذه الأزمة، وجود حل لإخراج تونس من هذا المأزق. انا اقول قد يكون من الغباء ان يكون هناك مهما كان الطرف ومهما كان احترامنا إلى شقيقتنا الجزائر، لكن هذا مشكل داخلي. قد احنا الجزائر وقت اللي وقعت في مشاكل في عهد عباسي مدني في التسعينات ووصلت إلى ما وصلت إليه، ومش مشاكل إلى حد اليوم تتخبط فيها في الجبال في الجزائر من أجل الإرهابيين الموجودين غادي، في اعتقادي احنا ما مشيناش ولا حتى تدخلنا ولا قلنا هات نساهموا في حالة الأزمة الجزائرية. وبالتالي انا اشوف من الغباء السياسي ان يتصل مهما كان نوعه مهما كان لون الحزب بأطراف خارجية لحل الأزمة، وقت اللي احنا راهو عنا أفكار. راهو الأزمة المشكلة راهو خلوها تدور في فلك متاع أربع أحزاب، أهبطوا للقواعد نلقاو لكم الحل، عنا الحل، أهبطونا للقواعد وتو الحل نعطيه لكم من غير ما تمشيوا لحتى حد. نرجع للموقف أو ردة فعل رئيس التأسيسي سيد مصطفى بن جعفر وتعليقه لأعمال المجلس التأسيسي، هنا يثير السؤال، هل أن بن جعفر متواطئ أم أنه لعب دوراً أو تقسم هذا الدور مع الترويكا؟ ماذا يمكن القول في هذا الصدد؟ والله أنا لا أقول هناك تواطئ، لأن البلاد تعيش في منزلق خطير، والانزلاق هذايا ما يخلينيش لو حتى نقوله لو عنده حتى فكرة التواطئ حالياً ما ينجمش، ليس له حل سوى وجود الحلول التي ترضي جميع الأطراف أو التي ترضي على الأقل سمعته قدام شعبه اللي هو قاعد هو سلطه يسمى في البلاد. ما اعتقدش انه توا رئيس المجلس التاسيسي مش يحاول يكون متواطئ ولا مش يلعب ورقه سياسيه في ظل هالازمه الخانقه، قد يلعب ورقه سياسيه لمصلحه حزبه في ظل وجود استقرار امني او استقرار اجتماعي معين ينجم يكون هذا، اما حاليا انه نقولوا ثم تواطئ انا شخصيا ما اعتقدش انه هناك تواطئ، ولكن في اعتقادي انه الترويكا ما عليها الا الاسراع في وجود حل سريع للخروج بتونس، أما هم الكل باقيين زايلين، كنا زايلين للخروج بتونس من هذه الأزمة وليس إلا
الاتحاد ومبادرة المصالحة، هل يمكن اعتبار الاتحاد وسيط أم أنه طرف ساهم في تأزيم الأوضاع أيضا؟ والله أنا في رأيي كون الاتحاد هي منظمة عريقة وقديمة قدم التاريخ ولها جذور والحمد لله في تونس ولها سمعة واحترام كبير على المستوى العربي والعالمي، لأنه ربما خليني نكون صريح ومانيش مش نكون متحيز حتى مش نكون على الأقل إجابتي محايدة، خليني نقول أنه الاتحاد أنا لا أجزم، ولكن هناك اتهامات صريحة بكون الاتحاد منحاز إلى بعض الأحزاب اليسارية، وبالتالي هالانحياز هذايا اللي تعرف أو ممكن هناك أطراف يهمها أنها تخلي الاتحاد ينزلق في هالمتاهات هذية، والعلم لله، إلا أنه طالما أنه الاتحاد وتم اتهامه بهذا الاتهام أنه كونه هناك أو هناك انحياز إلى بعض الأحزاب اليسارية، وبالتالي أصبح الدور هنا يكاد يكون فاشل من البداية. تو اذا كان انا نجي مش نلقى حل وانا متهم، ساعه نبرر موقفي اللي انا ما عندي حتى انحياز لحتى حزب، وانا راهي مصلحه تونس انا في الوسط، لا عندي لا يمين لا شمال، باش نجم نكون على طاوله الحوار قوي شخصيه. اما انه زاد ما الومه على الاتحاد، والله يهدي، هو انه ان شاء الله يتجاوزوا هالازمه هذه، انه ننتهي من الدعوه الى الاضرابات او الدعوه الى وقف، لانه زاد حتى الاتهام راهو حتى الاتحاد اتهم بكونه عنده ايادي خارجيه، واتهم زاد على شبكات التواصل الاجتماعي وانه يساهم في إغراق البلاد وجعلها تعيش أزمة خانقة للوصول إلى أهداف سياسية إيديولوجية معينة. ولعمري أن الاتحاد أسمى من هذا وأرقى من هذا، وإن شاء الله يكون السيد حسين العباسي يكون نزيه وفي حكمه، وكنقول حسين العباسي نقول الطاقم الكل متاع الاتحاد أنه يكون في الوسط وأنه راه مصلحة تونس قبل كل شيء. ماذا عن موقف المعارضة وردة فعل المعارضة؟ بالنسبة لموقف المعارضة وردة فعلها، والله نقول لك أنا هو في الأخر هي معارضة لازمها باش تعارض، ما لاباش اسمها معارضة، وراه كما كنا نقول كون المعارضة سلبية زاد المعارضة إيجابية، لأنه لولا المعارضة يمكن أن الترويكا فهمتني تأدي بنا إلى الهاوية، تمشي بنا إلى ما لا أحمد عقباه، ممكن يتغولوا على السلطة. احنا زاد كيف نشوفوا لولا المعارضة زاد لما تنازلت الترويكا في بعض الحالات زاد ما نكونوا احنا عقلانيين ومنطقيين. فالمعارضة زاد بقدر ما لعب مش الكل، هناك معارضة ما نحبش نقول عليها مسخ، ولكن هناك معارضة ربي يهديهم فهم معارضة نظيفة، وهذا الخليط جعل للديمقراطية مذاق حلو، أنه خلى النهضة أو الترويكا خليني نقول ما تتغولش على السلطة، خلاهم كيجي يعملوا حاجة يفكروا أنه عنا معارضة، وعنا معارضة زادة صحيحة بدأت تبرز على السطح، ولكن لا يجب انه نكثروا ما نجموش نكثروا من الطلبات او الاعتصامات او نمشيوا الى الحلول التي تغرق البلاد، بالعكس نمشيوا للحلول ونعارضوا لكن في حدود انه نرفعوا بتونس في على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وما نخليوش عباره كانه وقت اللي يجي يقع المشكل مش يجي مس تونس الكلنا نحميه، مش كلنا نغرقوا وندزوا. هنا المعارضه البناءه في اعتقادي. إذن من بين ردود الفعل تم تشكيل جبهات سياسية متعددة، وشفنا الائتلافات اللي ظهرت جديدة، الائتلاف الإسلامي الجديد، يظهر لي حزب الرفاه ما كانش ضمن الائتلافات هذه، علاش؟ والله شوف وصلتني اتصالات من بعض الأحزاب، إلا أني قد يكون لحزب الرفاه عنده رؤية خاصة. حزب الرفاه ما يتنزلش على طلباته، أول باب. ثاني باب حزب الرفاه حزب الطلبات، كي تقرا مبادئ حزب الرفاه واش طلب حزب الرفاه ما هوش شعبوي، بالعكس الناس تكرهنا ما يحبوناش خاصه النساء، قل كذاك مطالب بالمراه الثانيه اختنا منه. احنا طلبنا بحاجات يعني حلوه ياسر، حتى انه كحزب اسلامي دعمنا الثقافه والمثقفين ودعمنا المسرح وشجعنا على المسرح والابداع بجميع انواعه، الابداع الفني بجميع انواعه. ما اعتقدش انه ثم حزب اسلامي يدعم لك الفن ويدعم لك المسرح ويدعم لك الابداع والرقص يعني
فتق مواهبك. راهي تونس بلد الحريات، رانو لو كان يجي يتكبل الافكار بدعوى الاسلام ونشر الدعوه، راهو لا اكراه في الدين، نعاودها ونقولها، راهو انه رب سامحني في العباره مش نقول يا ربي خلق النار، علاش ما باش تمشي عباد؟ اذا كان نجي نهديك نهدي الناس الكل تمشي للجنه، الناس كلش تدخل لها في الحاله هذه. راهو ربي يا عباد خلق النار والجنه، زوز النار باش تدخل لها عباد والجنه باش تدخل لها عباد، كان نهديو الناس الكل الناس كلش تدخل لها. انا ما يلزمها على الاقل ناس تكون بعاد على الدين باش تدخل النار، ربي خلق النار باش تدخل لها عباد. يا رسول الله من جينا نقول لك اجي صلي بالسيفه، اجي اعمل بالسيفه مش ندخلك معايا للجنه، حتى تدخل لها ناس على الجنه. ثم ناس مش فاهم مش معناتها الدين بالحق، ده ماجين سبهله لهكاك، ولكن المشكل ولا المتاجره بالدين توا. يعني انا اقول لا حول ولا قوه الا بالله. انا اقول ربي راه خلق اول سوره في القران قال اقرا، ما قالش صلي. تقراوا على روحكم وثقفوا روحكم وقرقشوا الماده نتاعكم المخ نتاعكم ونظفوه، من بعد احكيوا في الدين. راهو ربي خلى المجال مفتوح للعقل البشري. ربي قال لو تعلقت همة المرء بما وراء العرش لناله، ما قالش لو تعلقت همة المسلم. كي قال المرء كانوا لي زمريكان طالعين للسماء والتكنولوجيا، واحنا قاعدين نقولوا تقصير اللحيه وتبديل الشارب ولبس شنو يا اخويا. بصراحه انا حزب الرفاه رانا مكروهين، لانه احنا نحبوا التقدم الفكري والتكنولوجي والاقتصادي، نحبوا هالبلاد هذه تزدهر، لانه تونس احببنا ام كرهنا، لان انا غيري من جين بدل العقليات، تونس المتوسط، تونس بلد الحضارات، تونس بلد الديمقراطيه، احببنا ام كرهنا، وبالتالي ستخرج من هذه الازمه مهما كانت الاسباب. حتى انه احنا ممكن نفتح قوسين لهنا ان شاء الله باش نطلقوا مبادره في القريب العاجل، وبدينا في المشاورات لحل هالازمه هذه. من ضمنها ممكن خليني نعطي رؤوس اقلام، لا باس انه احنا فما عندنا مثل حلو ياسر يقول لك راهو ما يطيح رطل كان الكيلو، واحنا عندنا المجلس التاسيسي والحكومه رطل يلزمها كيلو باش تقع. دونك احنا فكرنا في احداث او انشاء على مستوى ال 24 ولايه، كل ولايه نخرجوا منها شخص يكون ذا كفاءه، ماهوش متحزب، معروف بنزاهته وبثقافته، نختاروه ونعملوا من 24 ولايه مجلس اعلى للمستشارين او مجلس اعلى للحكماء. هذا المجلس تكون له السلطه الشرعيه في اقوى من المجلس التاسيسي. المجلس هذا هو المرجعيه، كانه عباره كانوا هذاك المرجعيه نتاعنا. وقت اللي يقول هذاك الكلام الناس الكل تسكت، لا تدخل المنظمات ولا جمعيات ولا اشخاص يمكن ان تتهم بالتحيز الى احزاب معينه، يكون ممكن تحت رعايه الاتحاد، لان الاتحاد يعني هناك تنسيق بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين مجلس المستشارين الذي سيكون ان شاء الله، اذا كان فهمتني ولا الفكره تقبلت من المجموعه، يكون المجلس هذايا هو اللي ينظم الانتخابات، وهو اللي يعين، وهو اللي يعزل، وهو اللي يقوم بجميع الاشياء كل ما هو قانوني، وبالتالي يكون هو المرجعيه نتاعنا. عندما ينطق المجلس التشريعي يصمت الجميع، لاننا سنرضى بما ابداه من راي وبما قرره من قرار، وبالتالي ستكون وبالتالي لهنا تكون الترويكا يكونوا موجودين عباره عن سلطه انتقاليه تقوم بدوالي بالحكم، حتى يولي عليه العريض ماش عنده حتى صلاحيه قدامه، يجي يقوم بمهامه العاديه وما عنده الحق، لا يتخذ قرارات ولا يسمي ولا يعزل ولا يمضي معاهدات، لانه كل شيء يكون عند المجلس المستشارين، هذاك المرجعيه الاولى والاخرى في البلاد، تنتهي صلاحياته بنهايه الانتخابات وتسليم السلطه الى رئيس الجمهوريه الجديد ورئيس الحكومه الجديد. ناتي الى سؤالنا الاخير في حلقه اليوم استاذ محمد الفقي، تونس الى اين في ظل كل هذه المحاولات والرغبات في تعطيل النسق، مسار النسق الانتقالي، في احداث ازمات مستمره للبلاد، وين تونس ماشيه اليوم؟ هي حاليا خليني اقول كون تونس هي لقمه سائغه للجميع، وهو التران بيرج، كل واحد عارف كونه يحب يوصل لسدة الحكم، كلفه ذلك ما كلفه. والحالة اللي نشوفه فيها توا هالفوضى الخلاقة اللي موجودة في تونس لا لشيء، لأنه نشوفه كونه الاختراقات
والمخابرات وال خليني نقولها بصفه اوضح الصبابه، واللي ما يحبوش تونس واللي يحبوا مصلحتهم الشخصيه. يعني كي تتجمع هذه الكل هذوما الكل يخليوا تونس تعيش في مشاكل يوميه تقريبا. انه هاك شفت يعني نقف نبعدوا من مشكل نطيحوا في مشكل، هاو الشعامبي هاو الاغتصابات هاو ندرس كل حاسين المشاكل نتاع الدنيا والدين تحطت فيها البلد هذه. الا انه عندما تسالين وتقولين تونس الى اين، انا اقول لك ان تونس ستكون في بر الامان ان شاء الله، وستكون تونس بخير. لانه عقليه التونسي بالحق اللي ممكن هذه اللي ما يفهمش عقليه التونسي ما يلزمش يخدم السياسه، على خاطر التونسي في الاخر ما يعطيش. نحكي على القاعده، لو مش نحكي على الرجل، لسه نحكي على المجتمع القاعدي، راهو ما يسيبش البلاد، راهو ما يعطيش البلاد، راهو يحب البلاد، وراهو ما يخليش البلاد هكا. انا بالنسبه لي متفائل خير ان شاء الله بتونس المستقبل، وهذا ندلع يعني ممكن هالمشاكل اللي احنا فيها هي نتاج لضريبه الديمقراطيه التي ستشهدها البلاد مستقبلا ان شاء الله. لكن اذا كانت هناك تدخل خارجي واطراف خارجيه ستحكم هذه البلاد، فلا ديمقراطيه ولا مستقبل ولا اي شيء من هذا القبيل. بين التفنيد والتأكيد، فعالية الأزمة التونسية ونتائجها في ظل انسداد البحث عن حل وسط من هذا الجانب أو ذاك من الداخل ومن الخارج مبادرات من هنا وهناك، ثم الاحتقان ورغبة الانتقام، صراع على الحكم وتجاهل سقوف الثورة وتغاض عن إرادة الشعب الذي أعيته أنانية الطبقة السياسية الأكاديمية وخاصة الإعلامية. مشاهدينا الكرام، هكذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من متابعة عن قرب. شكرا لك أستاذ محمد على تلبية الدعوة. شكرا، مرحبا بك. أهلا. إذن شكرا لكم أيضا مشاهدينا على حسن المتابعة. موعدنا يتجدد بكم الأسبوع القادم إن شاء الله. كانت معكم ملاك البكاري، دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء. تحياتي.